نظم فريق سند التطوعي معرض سند الوطني الذي تضمن العديد من الأنشطة والفعاليات المميزة، والمعرض مقام كخدمة مجتمعية وليس فقط لدعم مصابي التصلب المتعدد، وهو الهدف الأساسي للفريق الذي يسعى للتعريف بالمرض وطرق التعامل معه. إيمان العبد الغفور، رئيس فريق سند التطوعي لدعم مصابي الأم أس، حياكم الله معنا في معرض سند الوطني لدعم وتشجيع مصابين الأم أس الأبطال، دعم هواياتهم، دعم مواهبهم واهتماماتهم في معرض يضم الجميع، وأيضا للاحتفال في المناسبات الوطنية، معرض لكل العائلة، ألعاب، نطاطيات ومطاعم وفعاليات متنوعة ومسابقات، فمرحبا بالجميع وحياكم الله. معرض سند هو أحد أنشطة فريق سند التطوعي. هذا المعرض يضم مجموعة من النشاطات، مجموعة من المواهب للمصابين وللعامة. الجو جو عام ترفيهي عائلي، نتمنى الكل يستمتع فيه. مساكم الله بالخير، احنا اليوم في احدى فعاليات فريق سند التطوعي. مثل ما عودناكم كنا نروح مخيمات وايضا سوينا مؤتمرات وملتقيات، واليوم احنا في معرض سند اللي هو قاعد يضم نخبه جميله جدا، الجو حلو، الناس ما شاء الله قاعده تتوافد مثل ما انتم شايفين. اليوم عندنا كورنر للبوثات متنوعه، اعمال منزليه وبوثات مشاريع كويتيه وغير كويتيه، إن شاء الله تعجبكم. بدر بن غيث، رسام كريكاتير، أشارك اليوم في معرض سند التطوعي الوطني في حديقة العدلية. هذا المجتمع اللي قايش صغير الآن قدامنا، والأطفال والكبار والصغار مجتمعين مع مناسبة احتفالات بالعيد الوطني. إن شاء الله يكون هذا المعرض ناجح وله أثر على المجتمع. أيادي ديزاين اهتمامها وتخصصها بشكل أساسي بالرزن، بكل أعمال الفنون الرزن، من كان أكسسوارات أو أعمال فنية، لوحات جدارية. كمان برجع بأكد وبشكر سند على كل شيء أعطتنا إياه من مجال ومن ذوق ومن لطافة التعامل، وكل عام وأنتم بخير وتنعاد على الكويت بالصحة والعافية يا رب.